بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن اجتناب النجاسة شرطا من شروط صحة الصلاة، ووقفنا على قوله: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل. بيّن الشيخ جزاه الله خيرا هذا، وقفنا على قوله: ومغصوب وأسطحتها وتصح الصلاة إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. من جملة البقاع التي لا تصح الصلاة فيها الأرض المغصوبة، فلا يصلي في أرض مغصوبة، لأن هذا انتفاع بالأرض، ولا يجوز الانتفاع بأرض الغير إلا بإذنه. ومن العلماء من يقول إنها تصح مع الإثم، تصح مع الإثم. وأسطحتها يعني أسطحت هذه الأماكن السبعة: المزبلة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق وإعطان الإبل والحشوش. فكما لا تصح الصلاة بداخلها، كذلك لا تصح في أسطحتها، يعني فوق سقوفها، لأنه حينئذ يكون معتمدا على هذه المواطن المنهي عن الصلاة فيها. وهذا فيه نظر، لأن الأسطحة ليس لها حكم داخل هذه المواطن المنهي عنها. فلعل الصحيح إن شاء الله صحة الصلاة في أسطحتها. وقد تقدم لنا عبارة تعطي هذا الشيء، قوله: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها وصلى كره وصحت. فهذه المسألة نظير ما سبق. قال: وتصح إليها بأن يستقبل هذه الأشياء. إذا صلى في بقعة طاهرة تصح صلاته ولو كانت هذه المواطن السبعة أمامه وفي استقباله، دون كراهة، لأنه لم يستعملها. إلا المقبرة ففي صحة الصلاة إليها نظر ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، فالقبور لا تجوز الصلاة، المقابر لا تجوز الصلاة فيها ولا تجوز الصلاة إليها. نعم. المغصوب يا شيخ، هل يدخل فيه من يحجز أماكن في المساجد؟ أحيانا في الجمعة يأتي بعض الناس متقدما. هذا ليس مغصوبا، لكن هذا فيه مضايقة للآخرين وإضرار بالآخرين، وإلا هو ليس مغصوبا، لكن هو يكره ويحرم نظرا لمضايقة الآخرين والإضرار بهم، وأيضا حجز المكان على السابق الذي جاء متقدما لهذا الغرض. نعم، يعني فعله فيه مأثمة. أين؟ قال: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. هذا سبق الكلام فيه. نعم. وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. تصح النافلة في داخل الكعبة، كما سبق في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل الكعبة وصلى فيها، فدل على صحة صلاة النافلة في
في الكعبة المشرفة، بل هو مسنون ومستحب. نعم. ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه. من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكرر ذلك في 3 آيات من سورة البقرة، فدل على أن الصلاة اشترط لها استقبال القبلة. نعم. فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر. لا تجوز الصلاة إلى غير القبلة إلا في حالتين: حالة الضرورة في الفريضة وغيرها. إذا صلى إلى غير القبلة مضطرا بسبب أنه مأسور ولا يستطيع الاستدارة إلى القبلة، أو مصلوب، أو كان المصلوب إلى غير القبلة الذي لا يستطيع الاستدارة واستقبال القبلة، فإنه يصلي إلى الجهة التي يستطيعها، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ومتنفل راكب سائر في سفر. الحالة الثانية، حالة ما تصح الصلاة إلى غير القبلة، في حالة النافلة في السفر، إذا كان الإنسان يسير في الطريق فله أن يتنفل على راحلته أينما توجهت به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يتنفل على الراحلة ويصلي صلاة النافلة على الراحلة أينما توجهت به راحلته، وذلك لأن صلاة النافلة أوسع من صلاة الفريضة، ولأن في هذا تيسيرا على المسلم، الحمد لله، فلا يحرم من صلاة النافلة، لأنه إن جلس يصلي صلاة الليل ويتهجد فاته السفر، وإن قيل له لا تصلي وأنت تسير منع من النافلة، فمن أجل إزالة هذا الحرج أباح الله له أن يصلي النافلة وهو راكب على راحلته أينما توجهت به. الحمد لله. نعم. ويكون هذا في السيارات كما يكون على الإبل؟ السيارات يمكن أن يكون هذا في قائد السيارة، لأنه لا يستطيع أن يغير الجهة التي يسير إليها، لكن الراكب باستطاعته أن يستدير إلى القبلة ويصلي إليها، لأنه كالجالس في الحجرة. نعم. ويومئ بالركوع والسجود؟ يومئ بالركوع والسجود إذا لم يستطع أن يسجد على الأرض. نعم. ولا يستطيع الوقوف. سمعت من بعض طلبة العلم عكس هذه المسألة، فيقول إن سائق السيارة يختلف عن راكب الراحلة. لا، بل هو أولى بالرخصة من راكب الراحلة، لأن السيارة لو انحرفت صار فيه خطر على الجميع بخلاف الراحلة. هو أراد أن يحرمه من النافلة على السيارة، يقول يعني يتابع الطريق وظروف السيارة. من قال هذا؟ يتابع الطريق وهو يصلي. الحمد لله. أين؟ ولو عمد مسافر إلى ذلك، يريد يقول أريد أن أقطع ساعات الطريق 2-3 ساعات بالعبادة، فأتلذذ بها مثلا. طيبة، هذا من أحسن شيء. مقصد الحسن. نعم. إلا الفريضة فلا بد من النزول والصلاة في الأرض مع الإمكان. نعم. أحسن الله إليكم. ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. يعني الراكب يباح له صلاة النافلة على الراحلة، إلا أنه يلزمه افتتاح الصلاة، أي تكبيرة الإحرام إلى الكعبة، إلى اتجاه الكعبة. هذا على المذهب، والصحيح أن ذلك لا يلزمه. الحمد لله. أن ذلك لا يلزمه لا في تكبيرة الإحرام ولا في غيرها، بل يصلي إلى الجهة التي يقصدها، جمعا بين قطع الطريق وصلاة النافلة. نعم، جمعا بين المصلحتين. الحمد لله. نعم. وماش
الماشي لم يثبت به دليل فيما أعلم، ولكن قاسوه على الراكب. المسافر الذي يمشي على قدميه أيضا يصلي النافلة أينما توجه، إلا أنهم قالوا يلزمه افتتاح الصلاة إلى الكعبة والركوع والسجود إلى الكعبة، لأنه متمكن من ذلك، خلاف الراكب فإنه لا يتمكن من الركوع والسجود إلى الكعبة. نعم، ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها لأنه متمكن من ذلك، بخلاف الراكب على الراحلة. نعم، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها. نعم، تقدم لنا أن استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحتها، لكن لا بد أن نعرف أن المصلي له حالته. الحالة الأولى أن يكون يرى الكعبة كالذي يصلي في المسجد الحرام، فهذا يلزمه أن يستقبل عين الكعبة فلا يميل عنها يمينا ولا شمالا، بل تكون الكعبة أمامه. فإن صلى إلى غير الكعبة وهو يراها لم تصح صلاته. أما الحالة الثانية وهي لا يرى الكعبة، إما لأنه يصلي في خارج المسجد الحرام في مساجد مكة أو مساجد الحرم، أو بعيدا عن مكة كالذين في الآفاق. نعم، فهؤلاء فرضهم أن يصلوا إلى الجهة التي فيها الكعبة ولو لم يصيبوا عينها، لأن إصابة عينها متعذرة لأنهم لا يرونها، فاكتفي بالصلاة إلى الجهة التي فيها الكعبة، قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي الجهة التي فيها الكعبة المشرفة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في جهتهم من جهة شمال الكعبة، فما بين المشرق والمغرب بالنسبة له يكون قبلة، وكذلك غيره من أصحاب الجهات. فيكفي استقبال الجهة لأنه هو المستطاع، وأما استقبال العين فإنه متعذر، والله لا يوجب علينا شيئا لا نقدر عليه. نعم، يعني إذا كانت قبلة أهل المدينة الجنوب، نعم، فأي جزء من الجنوب استقبلوا صحة صلاتهم؟ نعم، من مال يمينا قليلا أو يسارا قليلا. نعم نعم، أحسن الله إليكم. فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، هذا فيه بيان معرفة القبلة، معرفة القبلة أو اتجاه القبلة. أولا عليه أن يجتهد هو بنفسه في إصابة القبلة ويصلي بما توصل إليه اجتهاده، هذا إذا كان في موطن ليس فيه أحد يعرف القبلة وليس هناك محاريب ومساجد، فإنه يجتهد، وكما يأتي إن شاء الله بيانه، بأن يستعمل العلامات التي يأتي بيانه. الحالة الثانية أن يكون عنده ثقة يخبره عن جهة القبلة، ثقة يخبره بيقين أيضا، يعني يشترط شرطين في الخبر، أن يكون المخبر ثقة، والشرط الثاني أن يخبره بيقين لا عن اجتهاد بأن هذه هي جهة القبلة، فيلزمه العمل بخبره. فإن كان المخبر غير ثقة فإنه لا يعتمد على خبره، أو كان ثقة لكنه لم يخبره بيقين، قال أظن أو يغلب على ظني، فما دام أن المسألة ظن واجتهاد هو يجتهد أيضا، هو يجتهد ولا يعتمد على اجتهاد غيره. نعم، أو وجد محاريب إسلامية. نعم، كذلك من ما يستدل به على القبلة المحاريب التي في المساجد، لأنها علامة على القبلة،
فيعمل بها. وهذا مما يدل على أن اتخاذ المحاريب في المساجد كان أمرا معلوما عند المسلمين، ولم يكن بدعة كما يقول بعض طلبة العلم، لأن المحاريب تعرف بها جهة القبلة وهي عمل المسلمين. نعم. ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. استدلوا على القبلة في الحضر بالمحاريب واتجاهات المساجد. وأما إذا كان الإنسان في سفر ما عنده من يخبره عن القبلة بيقين ولا عنده محاريب يستدل بها، فإنه يستدل بالعلامات، استدل على القبلة بالعلامات، استدل عليها بالعلامات. نعم. وهي نعم القطب وهي القطب وهي القطب، والقطب هو نجم خفي تدور عليه الكواكب في السماء، ويسمى بالقطب الشمالي أو القطب الجنوبي، لأن هناك قطبين، القطب الجنوبي تدور عليه الأفلاك الجنوبية، القطب الشمالي تدور عليه الأفلاك الشمالية. والقطب الشمالي يعرف بالجدي، يعني يعرف يستدل عليه بالجدي، لأن الجدي قريب من القطب، ويدور الجدي يدور على القطب وليس هو إياه. نعم، ليس هو إياه، لكنه يدور عليه قريبا منه، فيعرف لأنه لا يمكن رؤية القطب لأنه نجم خفي، لكن الجدي يرى وهو قريب من القطب ويدور عليه دورة قريبة، فهو يدل على القطب. كيف يستدل بالقطب؟ قالوا إن كان في جهة الشمال يجعل القطب خلف ظهره. نعم؟ نعم. وإن كان في جهة الجنوب يجعل القطب أمامه، وإن كان في جهة الشرق فيجعل القطب عن يمينه، وإن كان في جهة الغرب يجعله عن يساره. نعم. ولهذا يقول الناظم: من واجه القطب بأرض اليمن وعكسه الشام وخلف الأذن عراق اليمنى ويسرى مصر فقد صح استقباله في العمر. فالذي في جهة الشمال يجعل القبلة خلف ظهره، يجعل القطب خلف ظهره، والذي في الجنوب يجعل القطب أمامه يواجهه في أرض اليمن، يعني في الجنوب، والذي في جهة العراق يجعله خلف أذنه، عراق اليمنى يعني إذنه اليمنى، ويسرى مصر، من كان في مصر يجعل القطب خلف أذنه اليسرى، فيكون مستقبلا في هذه الأحوال للكعبة بالاجتهاد، يعني في الجهة، هو بلازم أنه يكون على العين، يكفي الجهة. هذه الأشياء تحدد له الجهة. نعم. هذا القطب والاستدلال به على الكعبة. الشيء الثاني الشمس والقمر، لأن الشمس والقمر يأتيان من المشرق إلى المغرب. نعم. فيستدل بهما على جهة المشرق وإذا عرف جهة المشرق والمغرب عرف جهة الكعبة. نعم. وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر. سبقت الإشارة إلى هذا، أنه إذا اجتهد مجتهدان في معرفة القبلة فكل يعمل باجتهاده هو ولا يخضع لاجتهاد الآخر، لأن اجتهاد الآخر يفيده غلبة الظن، فليس أولى من اجتهاده هو. نعم. ويتبع المقلد أوثقهما عنده. أما الذي لا يعرف الاستدلال فإنه يتبع الأوثق من المجتهدين، الأوثق عنده والأحذق عنده. نعم. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. نعم. من صلى من غير اجتهاد في معرفة
أدلة القبلة ولا تقليد لمن يثق به، بل صلى ابتداء من غير أن ينتظر اجتهاد تحري أو من يقلده في معرفة القبلة، ثم تبين أنه صلى إلى غير جهة القبلة فإنه يقضي صلاته، لأنه لم يعمل الواجب في تحري القبلة. أما من صلى مجتهدا في معرفة القبلة، استعمل الاجتهاد بالأدلة التي يعرفها وصلى، ثم تبين له أنه إلى غير القبلة بعد ما صلى، فهذا قيل يعيد الصلاة لأنه تبين له أنه إلى غير القبلة، وقيل لا يعيد الصلاة وهو الصحيح، لأن جماعة في السفر اجتهدوا فصلوا ثم تبين لهم بعدما أصبحوا أنهم إلى غير القبلة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بالإعادة. وأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قالوا إن هذه الآية في من استعمل الاجتهاد في السفر وصلى ثم تبين له الخطأ، فإنه لا يعيد الصلاة. أما إذا تبين له وهو في الصلاة أنه إلى غير القبلة، فإنه ينحرف يستدير إلى القبلة ويكمل صلاته ويبني على ما مضى منها. نعم، الاجتهاد لا يكون اجتهادا في معرفة القبلة إلا إذا بني على أشياء، على أدلة. لو كان اعتماده في ذلك ظنه، نعم، لو كان اعتماده على ظنه، لا يعني ما يكفي، ما يسمى اجتهاد، لا، لازم يكون مبني على أدلة صحيحة. نعم، جهة أو شمس أو قمر، جهة أو شمس أو قمر أو قطب. نعم. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. نعم، ما يكتفي بالاجتهاد الأول، لأن كل صلاة لها حكمها، وربما يتبين له بالاجتهاد الثاني ما هو أصح من الأول. نعم، ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. نعم، إذا تغير اجتهاده، صلى بالأول عدة صلوات ثم ترجح عنده اجتهاد آخر، فيصلي في المستقبل ما ترجح عنده، وأما الماضي فإنه صحيح. نعم. قال رحمه الله: ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. من شروط صحة الصلاة النية، والنية شرط لصحة جميع العبادات، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن ركع وسجد استقبل القبلة وركع وسجد من غير نية الصلاة فإنها لا تعتبر صلاة، وإن كان قد أتى بصورة أفعالها لعدم وجود النية. والنية هي القصد في القلب، والتلفظ بها باللسان بدعة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نويت أن أصلي الظهر مثلا 4 ركعات خلف هذا الإمام أداء لله كما يقوله بعض المبتدعة. هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل تكفي النية والقصد في القلب، والله جل وعلا يعلم ما في القلوب بدون أن تتلفظ وأن تخبر الله أنك تصلي كذا وكذا. قل أتعلمون الله بأفعال بدينكم؟ بدينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. نعم. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. يجب أن ينوي عين صلاة الظهر، أنه يصلي الظهر، ينوي بقلبه يعني أنه يصلي الظهر أو أنه يصلي العصر، ولا ينوي أنه يصلي صلاته فقط ولا يعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية تميز العبادات بعضها عن بعض. نعم. ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. نعم، بل ينوي الفرض، ينوي الفرض ولا
ينوي أنه إعاده أو أنه قضى أو أنه أدى، هذا يدخل في نيته الأصلية بدون أنه يخصص له نية الأداء، القضاء، الفرض، السنة، ما يحتاج إلى هذا. نعم. هل الإقبال لأنه إذا عين صلاة الظهر، إذا نوى صلاة الظهر تحددت وهي فرض بدون أنه يقول فريضة، بدون أنه يقول فريضة. نعم. وإذا نوى صلاة الوتر فهي سنة بدون أنه يقول سنة لله أو نافلة لله عز وجل. نعم. هل اشتغاله بعبادة من العبادات داخل فيه النية يعني تدريجيا يكون نوى به؟ كيف يتصور يعني ممكن من يسمع هذا الكلام كيف يتصور كيف يتصور أن يصلي إنسان بلا نية مثلا حتى يعرف معنى نية مطلقة؟ يصلي بنية مطلقة، ما عين صلاة، هذا ما تكفي، لازم يعين الصلاة في نيته وقصده، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. فإن صلى صلاة مطلقة وبعدين قال أخليها عن كذا وكذا ما تصح. نعم نعم. إيه؟ وينوي مع التحريمة باقي شيء؟ نعم، النية محلها مع التحريمة، مع تكبيرة الإحرام، ويجوز أن تسبقها بقليل. نعم. وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، لأن الزمن اليسير لا يضر. نعم. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. يشترط في النية أن تستمر من بداية الصلاة إلى نهايتها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح عمل بدون نية. فإن قطع النية في أثناء الصلاة وأراد أن يخرج من الصلاة أو أن يترك الصلاة ثم بدا له أن يستمر فإن صلاته بطلت، الله أكبر، لأنه مضى شيء منها بدون نية. بدون نية. هذا إذا نوى قطعها انقطعت، أو تردد قال ما أدري أكمل أو ما أكمل، فإنها أيضا تبطل الصلاة، لأنه يشترط أن تكون النية جازمة ليس فيها تردد، وهذا قد مضى عليه شيء من صلاته وهو متردد. نعم. وإذا شك فيها استأنفها. إذا شك في وجود النية فإنه يستأنف الصلاة، لأن النية شرط فلا بد من حصوله بيقين، هذا إذا لم يكن ذلك الشك من باب الوسواس، فإن كان عنده وسواس فإنه لا يعمل به، يستعيذ بالله من الشيطان ويستمر في صلاته، وهو ما دخل في الصلاة ولا توضأ ووقف إلا وقد نوى. نعم. إلا وقد نوى، ما جاء إلى المسجد توضأ وجاء إلى المسجد ووقف يصلي مع الجماعة أو يصلي وحده إلا وقد نوى، فلا مجال للوسواس بعد ذلك. نعم. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. من نوى شيئا جاز له أن يتحول إلى ما دونه، فمن دخل في فريضة ثم بدا له أن يحولها نافلة كأن يكون يصلي وحده ثم حضر جماعة فأراد أن يحول هذه الصلاة إلى نافلة من أجل أن يصلي مع الجماعة فله ذلك، يجوز تحويل الفريضة إلى نافلة لا العكس. لا، من نوى نافلة فلا يجوز له أن يحولها في أثنائها إلى فريضة، لأن من نوى شيئا حصل له ومثله ودونه ولا يحصل له ما هو أعلى منه. نعم. وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل. نعم، لو دخل في صلاة العصر مثلا ناويا العصر ثم تبين له أنه لم يصلي الظهر فلا يجوز له أن ينتقل من صلاة العصر إلى صلاة الظهر، لأن التي قطع النية فيها بطلت، والتي أراد الدخول فيها لم ينويها من الأصل فلا تصح منه. نعم. ويجب نية الإمامة والائتمام. نعم، يجب في الجماعة أن الإمام ينوي الإمامة
أنه يصلي إماما بالناس، ويجب على المأموم أن ينوي الائتمام، لأن هذا عمل وعبادة ويحتاج إلى نية. ولكن هذا قد يحدث شيئا من الوساوس، والناس ما جاءوا إلى المسجد وتقدم الإمام وصفوا خلفه إلا وقد نووا فريضتهم ونوى من خلفه أنهم مأمومون، ونوى من الإمام أنه إمام، يعني ما يحتاج إلى إحداث نية أو تذكر نية في هذا. وأخشى أن هذا يحدث الوساوس، ويعيدنا إلى قول من يقول نويت أن أصلي خلف هذا الإمام. نعم. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. نعم، ما إذا كان يصلي وحده ثم جاء واحد وصف معه، صاروا جماعة، صاروا اثنين جماعة، يقول لا تصح نيته الإمامة في أثناء الصلاة لأنه مضى أولها وهو منفرد، فلا يتحول إلى إمام. المنفرد لا يتحول إلى إمام. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر ظاهر، بل الصحيح إن شاء الله أنه إذا صلى وحده وجاء واحد دخل معه ليصير جماعة فهذا هو الواجب. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.